الفاعل معلوم، واللي واللي دافع الفاعل همين معلوم. يعني هاي الثارات هي ليس ثارات عشائري، وانما ثارات نعرات طائفيه لتغيير ديموغرافي في تلك المحافظات. فهم بالنسبه لهم هذه الميليشيات المتنفذه اللي قامت بهذه الجرائم هي ميليشيات مسنوده من قبل الاجهزه الامنيه ومن قبل الدوله. الا لو كان ما مسنوده هذه الميليشيات ما تفعل هاي الجرائم، تقتال طبيب امام داره او امام عيادته، او تقتال نساء. هم لو عندهم ذره رجوله وذره شجاعه من الرجوله والكرامه ما يقتالون النساء عزل، وهن هذن يعدن بالنسبه لهن اخته وبنته وامه وعرضه. لكن هم هذول عديمين الضمير وعديمين الانسانيه، من يقتالون نساء ويقتالون معوقين ويقتالون اشخاص. بخصوص محافظة ديالى، تدري وضع ديالى أعتقد هو وضع خاص باعتبارها الطريق الرابط مع دول الجوار، وهناك ميليشيات خارجة عن القانون تنفذ أجندات خارجية لتغيير ديموغرافي في المحافظة. عندما قاموا، هاي ليس أول مجزرة في محافظة ديالى، وإنما هناك مجازر عديدة لا تعد ولا تحصى. هناك من ظهرت على الإعلام وهناك لم تظهر، يعني الكثير منها، لأن هذه الميليشيات مسنودة من قبل جهات سياسية متنفذة، سواء كانت في محافظة ديالى أو في المحافظات الأخرى أو في بغداد بشكل عام. من يتحمل مسؤولية هذا الموضوع؟ اغتيال الطبيب أحمد طلال وأول العائلة المتكونة من 8 أشخاص، هم بالدرجة الأولى السيد المحافظ والكتلة السياسية اللي موجودة والأجهزة الأمنية، قيادات الأجهزة الأمنية، لأن هناك بعض القيادات بعض الأجهزة الأمنية متواطئة ويا هذه الميليشيات القتلة المجرمين اللي يسفكون دماء المواطنين في محافظة ديالى أو المحافظات الأخرى. وهناك من يقض النظر من أفعال الميليشيات هذه المجرمة خوفا من البطش بهم أو بعوائلهم أو بأقاربهم، وهناك من لا يعلم بهذه الحالات. لكن السبب الرئيسي هذه الأوضاع هي الميليشيات المنفلتة والفصائل المسلحة المنفلتة في محافظة ديالى التي تصول وتجول بدون حساب أو رقيب.